قطاعات الناشئين هي من أكثر الأماكن فساداً وانحداراً أخلاقياً ومهنياً في مصر. نقطة ونبتدي من أول السطر. كله عارف؟ ايوه طبعا كله عارف ان في فساد في قطاعات الناشئين، بس للاسف محدش بيتكلم عن التفاصيل دي. احنا بقى معاكم ومساعدكم هنوضح كل حاجه للناس كلها، وهنتكلم وهنبين التفاصيل والفساد اللي بيحصل في قطاعات الناشئين. خلاص قربنا نوصل للقاع وفاضل جزء بسيط، الجزء البسيط ده اللي هو متعلق بالناشئين. كان في مقوله بتقول تخدتني لحم ورميتني عظم، بس للاسف احنا عندنا مدربين في قطاعات الناشئين خدت اللحم بالعظم، هي ما بترميش العظم، هي بتاخد الناشئ وبتاخد فلوسه، وللأسف بتضيع موهبته عن طريق ان هي بتفضل تماطل فيه وتضيع وقت من عمره اللي بيضيع. خلاص بيوصل لمرحلة ان هو خلاص مش هينفع يلعب كرة تانية، طبعا بسبب نفسيته والاعمال اللي بيشوفها. طبعا في ناس محترمة وفي اندية محترمة، على العكس في مدربين وقطاعات ناشئين بتبهدل الناشئين دي. هيكون معنا النهاردة كابتن احمد عبد الحفيظ دونجا، ناشئ النادي الاهلي. اهلا بيك حبيبي يا كابتن، شرف لي حضرتك النهارده. الله يكرمك، نورتنا يا كابتن. حبيبي تحت امرك. كابتن حسن الشحات لاعب في فريق الغابه حاليا، ولعب في اتحاد الشرطه ونادي النصر سابقا. كابتن حسن اهلا بيك. نور. اهلا بيك كابتن مصطفى. اهلا بيك احمد. انت حاليا موجود في النادي الاهلي، طبعا الاهلي تعاقد معاك على سبيل الاعاره 6 شهور من النادي العين. قبل العين انت كنت موجود في الزمالك. كلمني بقى ازاي انت مريت بالمراحل دي. الحمد لله خدت هداف الدوري 29 جون. جاء العرض بره نادي العين الاماراتي، طبعا نادي محترم، فكابتن اسمه كريم شعبان الشيخ، الكابتن ده كان بيقول لي اخليك تجدد في الزمالك تاني وتدفع 10000 جنيه. هتدفع لمين بقى، للنادي ولا للكابتن؟ ليه هو شخصيا، شخصيا. يعني هو بياخد، هو بياخدها الله اعلم، بيوديها للنادي بياخدها. بس انت كنت بتقول مخلص هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري. انا قلت له يا كابتن حرام عليك، انا راجل هداف الدوري 29 جون، لاعب سوبر، جاء العرض بره ادفع 10000 جنيه ليه؟ كابتن حسن انت بتلعب ناشئين من وانت عندك 5 سنين. طيب الفتره دي كلها اكيد طبعا واجهتك مواقف، وازاي كان بيتم التعامل في قطاعات الناشئين؟ يعني هل هو بيتم بالشكل الصحيح المطلوب؟ في سني وانا صغير يعني كانش بيبقى فيه موجود موضوع الاستثمار، وهو موضوع الاستثمار ده يعني نهى مواهب كتيره قوي في الكوره، بسبب ان لعيب مثلا هو حابب بس الكوره، يعني انا حاببها بس مش بعرف العبها، فبيدفع مبلغ مالي، المبلغ دوت بتبقى بسببه يعني في لعيب تاني مثلا يستحق يبقى في الموجود ده، بس طبعا ده دفع فلوس، فاكيد المدرب او قطاع الناشئين او المسؤول عن كده فبالنسبه له عادي. يعني بالنسبه لي لعيب لسه صغير كويس او مش كويس، لا انا اهم حاجه عندي الفلوس. يعني هو دلوقتي بيتم التعامل في قطاعات الناشئين، انت هتدفع كام؟ مش شرط انت عندك الموهبه او لا. طبعا طبعا بالزبط. في مصر كلها. طب انت رغم ان سنك صغير، بس انت كلمتني عن المدربين اللي اذوه في مشوارك. والله يا كابتن انا انظلمت كتير والناس جت عليا كتير. يعني اتظلمت كلاعب؟ لا كلاعب الحمد لله كلاعب، وكنت بروح اي مكان فيه ببذلت نفسي، لكن انظلمت كابتن محمود داوود. ده موجود في قطاعات ناشئين؟ قطاعات الناشئين، ما كان ماسك الرجاء 2003. يعني هو السنه اللي فاتت كان ماسك قطاعات الناشئين 2003. طيب ايه اللي حصل؟ طلب من كل لاعب 20000 جنيه علشان يوديهم اسماعيلي، زمالك، اهلي، طبعا لم فلوس فوق ال 250000 جنيه، وفي الاخر ما حدش عارف الطريق. رحنا انا واصحابي وكده عشان نشوف فلوس اصحابي دولت. طبعا 20000 جنيه من كل لاعب طبعا كتير، يعني لما بتاع هو مش من حقه ان هو يدفع فلوس. عموما هو شايف انك لاعب كويس، الناس وثقت فيه ودفعت الفلوس. بعدها بعد ما لم الفلوس ما حدش عرفه، ما حدش عرف طريقه، رقم تليفونه مش عارفينه، مش عارفين نوصل له. ده في النادي؟ في النادي. يعني هو جينا للنادي بيانات غلط عنه، الناس كلها بتدور عليه ما ظهرش ولا في اي حته في مصر. طبعا كابتن جابر عبد الهادي كان رئيس القطاع، طبعا كان نادي استثماري ساعتها، كان بيلم من كل لاعب 15 و10000 جنيه الحاجات ديت. ده في مقابل انك تبقى مقيد في النادي. مقيد في النادي. طيب انت مثلا كلاعب دفعت مبلغ؟ لا بتكون مقيد. لا ما بتكلمش عليك انت شخصيا مثلا. تمام. وليكن انا لاعب نفسي او طموحي ان انا العب كوره، فحتى لو فلان ده قال لي هتدفع مثلا 5000 ولا 10000، هو طبعا لو انا ما معيش الموضوع هيبقى صعب عليا، بس انا طبعًا هحاول ان انا اجيبهم وادبر له عشان ابقى حاجه وهلعب كوره. طيب هو بقى في الحاله دي هو بيقيدني في الفريق؟ هو بيقيدك في الفريق كاسم بس،
يعني هو نقول يعني هو واخد القطاع بيديك كارنيه مقابل 20,000 جنيه بس بيلم فلوس وطلع لك كارنيه معلش في الكلمه ما يساويش 5 جنيه تكون بتتمرن مع الفريق وعايش مع الفريق وكل بس حاجه بس مرة بس ولا سكن تشكيلة. كان سكن على حسابك اكل وشرب على حسابك انا عندي معلومات برضو ان في كباتن وانديه بيطلبوا مبالغ ماديه باجي انا النادي بيجي لي مستثمر انا عايز اشتري الفرقه دي فبيبيع له الفرقه ديت هو بقى بيجيب مثلا الفرقه بيبقى مثلا الاتحاد حاطط في اللائحه ان بيبقى مثلا 30 قصدي لعيب بس في القائمه 30 لاعب في القائمه هو ممكن مثلا يقيد 50 60 على حسب ما هتدفع وجا كده سهله جدا ان انا اطبع كارنيه وخلاص بس بيضحك على الاهالي مثلا انا قليل في الكوره ليه ما صرحش ولي الامر انت ابنك لسه بدري قوي على ما يشتغل انت ممكن توديه اكاديميه بدل ما هو عايز يلعب كوره بتاع انا ممكن اوديه اكاديميه بمبلغ بسيط مش نفس المبلغ اللي انا هدفعه ويتعلم يتعلم يتعلم ما اتعلمش خلاص دلوقتي بنتكلم مثلا في حين ان هو ما عندوش المهاره الكافيه اللي تخليه يلعب في الناشئين يلعب كوره فبدفع فلوس العب طب بالزبط. ممكن يكون عنده المهاره ويدفع فلوس لا طبعا بيبقوا بايعين الفرقه فبيع الفرقه المدرب اللي جاي بقى ولا فرقه معاه ده بيعرف يلعب ولا مش بيعرف سبوبه في الاول وفي الاخر يعني في الاول والاخر انا اهم حاجه انا مصلحتي مش اهم حاجه مصلحه مثلا الكوره في مصر او مصلحه اللاعب الفلاني ولا اللاعب لا هو اهم حاجه يعني مصلحتي يعني دي حاجه موجوده عندنا في قطاعات الناشئين طبعا اكيد طبعا طيب انت قلت لي ان في موقف مع كابتن سعيد لطفي يعني هو كابتن سعيد لطفي ده من 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 اكتر الشخصيات المعروفه في قطاعات الناشئين على مستوى مصر كان عندنا في الزمالك فتره ودلوقتي ماسك مصر المقاصه مع كابتن باسم مرسي يعني هل من المعقول يكون كابتن سعيد ليه علاقه بال طبعا هو اصلا كابتن باسم مرسي فاتح اكاديميه تمام وهو كابتن سعيد بيروح ياخد منها لعيبه وسواها الانديه فدلوقتي في كابتن اسمه كريم شعبان كابتن ده كريم شعبان كابتن ده بيروح مثلا شايف احمد لعيب كويس والله كابتن سعيد في لاعب عايز يروح نادي وعايز فرصه وكده وهو مثلا يبلغه والله اللي بيمضي في المقصه ب 15,000 جنيه هو ما بيسالوش لسه هو موهوب ولا لا ولا اي حاجه انت لو بتلعب لو قلب بكوره ودفعت ال 15,000 جنيه بتلعب زيك زي النجم ده كابتن سعيد لطفي ده كابتن سعيد انا الطلبات الاوليه لكابتن سعيد لطفي عشان يجيب لاعب للمقصه عشان يجيب لاعب للمقصه 15,000 جنيه لو طب بيلعب نفس الموضوع ده كان بيحصل في الزمالك لا الزمالك ما كانش في الموضوع ده الا قليل بتبقى حاجات من تحت الترابيزه كده بس كان بيحصل هو كان بيحصل يعني كدا. بيكون اللاعب دافع وليكن مبلغ واهله عارفين وكابتن سعيد عارف طبعا وكله عارف بس اللاعب مش هيطلع يقول او كابتن سعيد مش هيطلع يقول ان اللاعب الفلاني ده دفع مبلغ طبعا هو طبعا مش هيطلع يقول بتاع. يعني هو في الاول اللي انا اعرفه ان انا لو انا في قطاعات الناشئين هشوف مثلا لاعب معين فهاخده عشان هو بيعرف يلعب كوره تمام مش عشان هو معاه فلوس لا هو دلوقتي في مصر معاك فلوس هتلعب انا لعيب يعني من وانا عندي 10 سنين بلف يعني 8 سنين كفاح اقسم بالله شفت حاجات في الكوره انا كلاعب نفسيتي بتتدمر لما بشوف الحاجات دي طيب احنا عندنا في قطاعات الناشئين يعني انا بشوف بعيني كده وطبعا كل الناس بتشوف بعينها ان ممكن اللاعب يبقى عنده وليكن 22 سنه 23 سنه ويروح عادي ناشئ في حين ان اللاعب ده بره طبعا يعني بياخد بطولات بيجيب الفريق بياخد كاس عالم 18 سنه في مصر يعني في القسم الرابع بيحصل ان بيجي مستثمر يشتري الفرقه بيبقى عنده مثلا 3 4 لعيبه بس هم اللي يعني كويسين يلعبوا والباقي القايمه كلها تدفع مبلغ فلاني تلعب تدفع مبلغ فلاني تلعب ويضحك بقى عليه احنا هنشارك في كاس مصر بس في احتماليه ان اللعيبه اللي هي بدات ودفعت فلوس دي ان احنا نشوفها مثلا في الدوري او طبعاً. في لا طبعا هو بيجي مثلا اللعيب دوت انا دفعت السنه الفلانيه يعني دفعت مثلا السنه دي خلاص السنه هتخلص هيجي المدرب يقول لي انا عايز فلوس تاني انا وكمان انا مش هلعب انت قصدك ان هو انا مش هلعب مقابل موسم بالظبط انا مش هلعب مش هتمرن تمارين اللي هي تفيد واحد مش قليل في الكوره ان هو يتطور لا مش هتمرن التمارين دي ان انا المدرب اللي معايا اصلا بيبقى هو لعب سنتين في حياته كوره فبعد كده بيبطل الكوره فبيتجه خلاص مفيش اي منظر يعني من الكلام نقول ان المدرب السبب طبعا مش عاوز اقول اقرب للنصب بس نقول بيستغل اللاعب في ان هو ممكن يديله كارنيه ويتمرن شويه وليكن بمبلغ وقدره هو بقى انا ممكن اجيب ترينج واجيب تيشرت واجيب الكلام ده كله واضحك على لعيب واقول له انت هتبقى كذا وهتبقى كذا وده كدب طبعا كان الاول مثلا كنت تشوف مثلا دوريات قطاع الناشئين وكده لا دوري بجد ولاعيبه بجد ام بي مطلع لعيبه لمصر كلها فين دلوقتي مثلا قلت بسبب الاستثمار
الاهلي يعني يعني بص يعني ان بي ممكن تكون مستواها يعني انا كنت متابع ان بي ان هي من افضل قطاعات الناشئين على مستوى مصر ايام كابتن امام محمد هادين طبعا ده السبب وراء تراجع مستوى ان بي طبعا يعني في لعيبه كويسه لحد دلوقتي في نادي ان بي اكيد طبعا يعني هو نادي ان بي نادي محترم هي طبعا طبعا بالقطاع كله بالمدربين وكله محترمين بس بيبقى فيه يعني الاستثمار. اجزاء كده بسيطه بلازم ان استثمر فيها مع ان حرام هو مش لازم حرام طبعا. وغلط ومش هفيد اللعيب معلش في الكلمه يعني انا مثلا في مدرب خدمني مثلا وانا صغير لما هطلع هقول ده عمل لي كذا وكذا 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 انما لما اروح انا ادفع دلوقتي فلوس لمدرب اكيد مش هتكلم هطلع على التلفزيون مثلا هطلع على اي برنامج اقول انا اديت للمدرب الفلاني فلوس عشان يلعبني لا طبعا يعني هو المدرب دلوقتي او بعض قطاعات الناشئين في الانديه طبعا. هو طبعا. المسؤول رقم واحد طبعا مش كله يعني يعني النادي الاهلي في حته تانية طبعا تمام يعني نقدر نقول المستثنى الوحيد من الموضوع ده هو النادي الاهلي في اي نادي دلوقتي مدرب بيجي انا مسكت الفرقه دي هل النادي يعني سياسه القطاع او مدير القطاع بيبقى وجهه نظره ان انا اطلع لعيب كويس ولا واطلع لعيب للدرجه الاولى واطلع لعيب للدوري الممتاز واطلع زي كابتن امام محمدين طبعا مطلع اي لعيب عدى على كابتن امام محمدين دلوقتي في الدوري الممتاز طبعا اكيد طبعا في كباتن كتير وانديه كتير محترمه وبتتعامل عايزين نقول يعني اللي يرضي ربنا اكيد بس بس على العكس اللي هو ظهرت في الفتره الاخيره ان في كباتن كتير وظهرت حاجات اصعب يعني اصعب من الاستثمار شويه ان انا باجي مثلا بخش اشتري اسم نادي هو النادي اللي متاخد اسمه ده بيبقى سامح بيسمح ما هو ما بيلعبش دوري بيه يعني هو بيبقى واخده مثلا بيبقى في الفئات الصغيره عشان مش هيلعب 11 فيلعب على الملاعب السباعي الخماسي كده فبالنسبه للاعيب ان انا احنا عندنا ماتش النهارده في الحته الفلانيه روح يلاقي ملعب السباعي يلعبوا 7 ومفيش تاسيس طبعا المفروض السن الصغير ده 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 اهم حاجه ده اللي اللعيب لو اتاسس عليه صح يعني زي بالظبط العماره لو اتبنت صح من الاساس تحت صح هتطلع كلها صح فبيبقى في السن دوت وبالمنظر ده يا فرحتي انا بتشيرت او بترينج او بتاع بس انا مش بتعلم يعني اللعيب الصغير ما بيتعلمش يعني انت معايا عدي على اي اكاديميه في اي مركز شباب كده واتفرج هتلاقي اللعيب ما بيعرفش يعمل باص والمدرب هايل ما هو ما بيعرفش يعمل باص هو دلوقتي يعني اللي يهمه ان هو ياخد الفلوس اللاعب ده انا عندي مثلا القائمه فيها 20 واحد وخلي بالك دوت يعني هو المدرب كان كده فعمل كده فاللعيب كان كده دلوقتي فلما يكبر هيعمل كده فالموضوع هيتزاد فاهمني بالظبط يعني هو حاليا في ممكن كل لعيبه بدات ان هي تدخل في مجال الاستثمار اكيد يعني لعيبه كتير قالت بقى خلاص لعيبه مجال الكوره مش هيجيب خلاص مش هياكلني عيش دلوقتي بالزبط. اللي بيدفع يلعب فانا اشتغل في فانا عامل زي ما هم بيعملوا معايا بالظبط طبعا ده بيودينا لطريق مسدود ده طريق ضلمه خالص طبعا يا ترى ايه السبب وراء قله المواهب الموجوده عندنا دلوقتي لا دي هي بص موجوده في كل المجالات مش اللاعبين بس اللاعبين واي مجال موجود تلاقي المواهب قلت شويه الصناعه كتر شويه شغل البيزنس وشغل الاستثمار وشغل الفلوس قلت المواهب شويه بقى الموضوع صناعه ما بقتش موهبه زي الاول يعني الجانب المادي هو الطاغي على الموضوع الجانب المادي هو المؤثر فالمواهب قلت فصناعه اللعيب هو الاساس بصنع لعيب مش بجيب لعيب موهوب اثقله يعني لحد كده انت ما حدش طلب منك فلوس لا انا في ناس طلبت مني كتير انا مسؤول عن فرقه معينه او عن سن معين فانا هجيب فلان الفلاني العبه عندي في النادي وهقول ان هو موهوب مش هقول ان دافع فلوس بس واحنا بندردش كده انت كنت قلت لي موضوع بخصوص الزمالك طبعا بس موجود ناس مسؤول عن قطاعات الناشئين يعني اكيد هم موجود ما هو دلوقتي بقى رئيس قطاع الناشئين ممكن يعمل كده بياخد يعني فلوس رئيس قطاع الناشئين هو كان بيطلب من اللعيبة بتاع 5-6 آلاف ويروح يعيتهم دلوقتي انت كلامك معناه ان انا لاعب كورة النادي ما بيطلبنيش عشان انا لعيب لا عشان فلوسك الوسائط وكده دلوقتي لا بقى وسائط واستثمار يعني احنا كل مرحله بنعدي بيبقى الموضوع اصعب وكل كمان كام سنه هتلاقي حاجه تانية محدش يعرفها زي ما كانش حد يعرف الاستثمار والله كابتن مصطفى احمد بيبقى مسؤول على الحاجات اللي هو شافها وقالها يعني انا شفت ده هطلع اقول ده ولا ازود كلمه ولا ازود حرف